أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم من جديد في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية، مراجعة عامة على منهج الصف الثالث الثانوي. النهاردة هنراجع على الدرس الأول من الوحدة الرابعة، Le Club des Voyageurs، نادي المسافرين، من كتاب المدرسة. هنفتكر مع بعض وسائل المواصلات، الأفعال التي نستخدمها مع وسائل المواصلات، حروف الجر مع وسائل المواصلات، وتدريبات متنوعة على منهج اللغة الفرنسية. أعزائي تعالوا نفتح كتاب المدرسة على الدرس الأول، Leçon 1 Parler des moyens de transport، نتحدث عن وسائل المواصلات، من الوحدة الرابعة، Le Club des Voyageurs. أعزائي الصفحة اللي معانا من كتاب المدرسة بتركز على أفعال حروف جر أمام وسائل المواصلات ووسائل المواصلات. الأفعال اللي معانا في الصفحة، عندنا verb se déplacer، يتنقل، وهو فعل مجموعة أولى ذو ضميرين. verb attendre بمعنى ينتظر، وهو فعل مجموعة ثالثة. verb descendre بمعنى ينزل. répondre يجيب. perdre يفقد أو يخسر. عندنا كمان verb prendre بمعنى يأخذ، وverb monter بمعنى يصعد أو يركب. أعزائي تعالوا نتعرف مع بعض على الأفعال التالية. descendre ينزل، attendre ينتظر، répondre يجيب، perdre يفقد أو يخسر، vendre يبيع. كل هذه الأفعال لها طريقة تصريف واحدة. تعالوا نشوف مثال وبعدين نكمل. verb descendre je descends tu descends il descend nous descendons vous descendez ils descendent. حذفنا ال r e من اخر الverb واضفنا s s، لم نضف شيء مع ال il، o n s o z o n t. verb prendre يركب أو يأخذ، و verb comprendre يفهم أو يشمل. ناخد مثال لverb prendre: je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent
لاحظ أن هذا الفيرب نحذف فيه حرف ال ر أ ثم نضيف إس إس لا نضيف شيء ونحذف مع الضمير نو وفو وإل أفيك إس حرف دي ثم نضيف أو إن إس أو زد ونضاعف الإن مع إل أفيك إس. تعالوا بينا نتعرف على حروف الجر اللي تضاف أمام وسائل المواصلات. ممكن أصرف فيرب سو ديبلاسي هقول جو مو ديبلاس أنا أتنقل أون بيس بالباص أون أفيون بالطائرة وهي كلمة مفرد مذكر أون كار بالسيارة أون مترو بالمترو أون باتو بالمركب أون تراموي بالتروماي وممكن نختصر التروماي ونقول لو ترام أون ترام بالقطار أون فواتور بالسيارة أون فيلو بالعجلة. لاحظ أننا ممكن نضيف حرف الجر أ أمام فيلو و أون أمام فيلو ولكن الأكثر صحة هو استخدام حرف الجر آ. ممكن أقول أبيي على القدمين أموتو بالموتوسيكل أفيلو كما ذكرنا بالدراجة أ بيسيكلت بالعجلة أو الدراجة على الري دوتوبيس في محطة الباص. تعالوا نشوف هذا الحوار القصير ونتابع مع بعض الجمل كأمثلة. تي أتون كيل بيس أنت تنتظر أي باص؟ لو تروا رقم 3 جو فيز اون فيل أنا ذاهب إلى المدينة موا أوسي وأنا أيضا أنا أيضا هاخد الأتوبيس رقم 3 تي ديسون أكيل أغي أنت هتنزل في أي محطة؟ لاحظ أن كلمة أغي محطة كلمة مفرد مذكر ولكن تبدأ بحرف متحرك. عزيزي الطالب لاحظ أن فيرب ديسوندر بمعنى ينزل أو يهبط إذا جاء بعده مكان نستخدم حرف الجر آ أما إذا جاء بعده وسيلة مواصلات نستخدم حرف الجر د بمعنى من. ديسوندر ألغي دوبيس ينزل في محطة الباص ديسوندر دو لوتوبيس ينزل من الباص دو بيس دو تران من القطار دو كار من السيارة دو ترامواي من الترام دو لافواتور من السيارة. فيرب براندر بمعنى يركب يأتي بعده أداة معرفة أمام وسائل المواصلات هقول Je prends le bus أنا أركب الباص Je prends le train أركب القطار Le bateau المركب L'avion الطائرة La voiture السيارة. فيرب مونتي بمعنى يصعد أو يركب يأخذ بعده حرف الجر دون زائد أداة المعرفة دون هنا بمعنى في داخل Je monte أنا أركب دون لو بيس في داخل الباص لو تران القطار لو تراموي الترام لا فواتور السيارة. إذن أنا عندي فيرب ديسوندر بياخد حرف الجر آ بمشتقاته زائد المكان دو زائد وسيلة المواصلات براندر بياخد أداة المعرفة أمام وسائل المواصلات مونتي بياخد دون زائد أداة المعرفة زائد le moyen de transport وسائل المواصلات. تعالوا نكتب جملة بتعبر عن هذه الصورة Ils descendent du bus هم ينزلوا من الباص Elles descendent de la voiture هي تنزل من السيارة. يلا عزيزي الطالب ممكن نكتب جملة على الصورة دي ونقول Ils montent dans le bus. Ils montent dans le bus.
أي يركب الباص. إلى تون لو مترو، تنتظر المترو. إلز أتوند لافيون، ينتظر الطائرة. المونت دان لو مترو، هي تصعد إلى أو في داخل المترو. أعزائي تعالوا نلخص مع بعض الأفعال التي تأتي أمام وسائل المواصلات مع حروف الجر. verb aller يذهب، se déplacer يتنقل، partir فعل مجموعة ثالثة يرحل، voyager يرحل. هقول مثال: je vais en bus، أنا أذهب بالباص. il se déplace en voiture، يتنقل بالسيارة. elle part en avion، ترحل بالطائرة. nous voyageons en car، نرحل بالسيارة. إذن حرف الجر الذي يأتي أمام وسائل المواصلات بشكل عام هو en، en métro، en bateau، en train، en autocar يعني السيارة، en automobile بمعنى السيارة، en tramway بمعنى ترام. حرف الجر آ يوضع أمام فيلو، موتو، شوفال الحصان، بيسيكلت الدراجة، أبيي على القدمين. ممكن نستخدم حرف الجر بار، ولكن بشرط يأتي بعده أداة معرفة: بار لو بيس بالباص، بار لا فواتير بالسيارة، بار افيون بالطائرة، بار باتو بالمركب. أمام الطائرة والمركب لا نضع بعد بار أداة معرفة. en vélo، en moto كما ذكرنا ممكن نضع حرف الجر en قبل فيلو الدراجة وموتو موتوسيكل. أعزائي الأدوات التي نرتديها في القدم ونستخدمها كوسائل مواصلات تسبق بحرف الجر en. هقول en roulers، en patin، en skate، en scooter. أعزائي هذه الأفعال يأتي بعدها أدوات معرفة أمام وسائل المواصلات: attendre ينتظر، prendre يركب، aimer، adorer، préférer détester. هذه الأفعال يأتي بعدها أدوات معرفة فقط أمام وسائل المواصلات: j'attends le bus، je prends la voiture، j'aime l'avion، أحب الطائرة. تعالوا نفتكر وسائل المواصلات وأين تسير: le bateau المركب، navigue يبحر، sur le في الماء، la voiture le taxi، la moto le vélo، l'autobus l'autocar، l'autocar بمعنى حافلة سياحية. الفيرب اللي هستخدمه هنا غول أي تسير، sur la route على الطريق، أو sur la terre على الأرض. le métro غول أو سيركول يسير، sur les rails على القضبان، et sous la terre وتحت الأرض. le train le tramway roule يسير، sur les rails على القضبان، sur la terre على الأرض. l'avion الطائرة vol تطير، dans l'air في الهواء. أعزائي بعد ما رجعنا على وسائل المواصلات من كتاب المدرسة، تعالوا ندردش مع بعض في تدريبات متنوعة من منهج اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي. Qu'est-ce que vous dites؟ ماذا تقول؟ Dans les situations suivantes، في المواقف التالية. Choisissez la bonne réponse، اختار الإجابة الصحيحة. Dans neuf seulement des situations suivantes. السؤال الأول: vous avez faim،
أنت جعان. فوديت أفوتر مير تقول لوالدتك دي جو سيل فو بلي بلو إتوتيل بوغ نو إن بانان سيل فو بلي. أعتقد دي جو عصير ولو الماء ما يناسبش أفوار فام جعان. إذن الإجابة الصحيحة هنا هي إن بانان سيل فو بلي موزة لو سمحت. فو دوموندي أن أمي تسأل صديق بوركوا إل بريفير لافيون، لماذا يفضل الطائرة؟ إل دي هيقول لك باسكو سي رابيد لأنها سريع، باسكو جو بو جوي أو بالون أريد أن ألعب الكرة، باسكليا أن ريستورون لأنه يوجد مطعم. لا، الإجابة الصحيحة هنا هي باسكو سي رابيد لأن الطائرة سريعة. فو بارلي دي تون au mois de juillet. تتحدث عن الطقس في شهر يوليو. vous dites هتقول quel temps fait-il. لا ده سؤال، انا بتحدث ما هي حالة الطقس. il fait de la natation، يمارس السباحة. il fait très chaud، الجو حار جدا. الإجابة الصحيحة هنا il fait très chaud، الجو حار جدا. en juillet في شهر يوليو، شهر من شهور l'été à الصيف. Un ami vous parle de son sport préféré. Il dit صديق يتحدث عن رياضته المفضلة. هيقول لك je ne fais pas de sport، لا أمارس الرياضة. je n'ai pas le sport، لا أحب الرياضة. je préfère le judo، أفضل رياضة الجودو، وهي الإجابة الصحيحة. pour décrire sa chambre، لكي ليصف غرفته. un ami veut dire صديق يقول لك il y a trois chambres dans votre maison، يوجد ثلاث غرف في منزلك. elle est petite mais confortable، هي صغيرة ولكن مريحة. la chambre de mon ami، غرفة صديقي كبيرة. est grande، الإجابة الصحيحة هنا elle est petite mais confortable، هي صغيرة ولكن مريحة. un ami vous demande، صديق يسألك ce que، ما الذي vous faites، تعمله pendant les vacances، خلال الأجازة. il dit est-ce que tu aimes le français، هل تحب اللغة الفرنسية؟ tu veux être médecin، هل تريد أن تكون طبيب؟ comment passes-tu les vacances، كيف تقضي الأجازة؟ وهي الإجابة الصحيحة. vous parlez de vos goûts à un ami، تتحدث عن ميولك لصديق. vous dites هتقول je suis pharmacien، أنا صيدلاني. j'aime le français، أحب الفرنسية. tu es gentil، أنت لطيف. الميول هنا هي j'aime le français، أحب اللغة الفرنسية، وهذه إجابة صحيحة. أنا مي ديكري سا بوتيت سور، صديق يصف أخته الصغيرة. إل دي إل إت انتليجونت إي سامبا، ذكية ولطيفة. إلي ني ولدت أفون موا، قبلي. إلي ما سور، هي أختي. الإجابة الصحيحة إل إت انتليجونت إي سامبا، لأن الجملة تحتوي على صفتين. Le professeur demande aux élèves، المعلم يسأل التلاميذ أو يطلب منهم de ne pas parler، أن لا يتحدثوا. Il dit ouvrez la fenêtre، افتحوا الشباك. Faites les exercices، اعملوا التدريبات. Silence s'il vous plaît، هدوء لو سمحتم. كل هذه الجمل في صيغة الأمر ما عدا الجملة الأخيرة. الجملة التي تعبر عن عدم التحدث هي silence s'il vous plaît، هدوء لو سمحتم. vous acceptez، تقبل l'invitation de votre ami، دعوة صديقك. vous dites هتقول désolé، آسف. avec plaisir، بكل سرور. excuse-moi، معذرة. لا، avec plaisir، بكل سرور، تدل على القبول. ولا تنسى أن كلمة plaisir مفرد مذكر، وهي الإجابة الصحيحة. choisissez la bonne réponse dans 10 seulement des phrases suivantes، هنجاوب على 10 أسئلة، وهو سؤال القواعد. ويلا نبدأ السؤال الأول. تادوني سون كادو، لاحظ أن هذه الجملة ليس بها فاعل. لكي نختار كلمة الاستفهام المناسبة يجب أن نختار الكلمة التي تمثل فاعل للجمل، وهي كلمة كي معناها من.
أو أين؟ Pourquoi؟ لماذا؟ لا، الإجابة الصحيحة Qui t'a donné son cadeau؟ من أعطاك هديته؟ Et ton sport préféré؟ رياضتك المفضلة. الرياضة هنا مفرد مذكر، quel مذكر، quel مؤنث، quel جمع مؤنث. لا، الإجابة الصحيحة Quel est ton sport préféré؟ ما هي رياضتك المفضلة؟ Mon ami est malade، صديقي مريض. إلى مال، يشعر بالألم. وكلمة يو، العيون، كلمة جمع بتاخد حرف الجر أو. Mon ami est malade، إلى مال، aux yeux، يشعر بالألم في العينين. Je vais aller au cinéma. الزمن هنا مستقبل قريب، يتكون من تصريف فعل اللي زائد المصدر. علامة زمن المستقبل القريب هنا إير، أمس مساء، مساء الغد، الجمعة الماضية. لا، الحل الصحيح هو دومان سوار، غدا مساء. لو فوتبول جو نو نوت ايم با. لاحظ أننا نتحدث عن كرة القدم، المفرد المذكر، وفيرب ايمي من الأفعال التي تأخذ مفعول مباشر. إذن التلات إجابات دول ممكن، ولكن إيمي تبدأ بحرف متحرك، إذن الإجابة الصحيحة الأبوستروف. لفوتبول جنولي با، أنا لا أحبها. كوزان فيف على كامباني، أولاد العم يعيشوا في الريف. عشان أختار صفة ملكية بشكل صحيح، كوزان جمع، يأتي قبلها صفة الملكية مي، لأنها تأتي قبل الاسم الجمع بنوعي. ما تونت دو بارتير بور لا فرانس. لاحظ أن النقط بعدها حرف الجر دو زائد مصدر، وده زمن الماضي القريب، يبقى هختار فيرب فينير، فيان. ما تونت فيان دو بارتير، لسه راحلة، pour la France، لفرنسا. va verb aller يدخل في تكوين زمن المستقبل القريب عندما يأتي بعده مصدر. أما إيه verb être يدخل في زمن الماضي المركب ويأتي بعده اسم المفعول. mon petit frère، أخي الصغير، إني ولد، نوفمبر، شهر من شهور السنة. وكل شهور السنة تسبق دائما بحرف الجر en. mon petit frère est né، ولد، en novembre، يعني في شهر نوفمبر، وهي الإجابة الصحيحة. les enfants rendent visite à، يقوم بزيارة grand-parents، الأجداد. عشان نختار صفة الملكية، تعالوا بينا نحدد المالك. les enfants، الأولاد، هم المالك، ودول بيساوي il avec s، اللي الجمع. grand-parents جمع، يبقى il avec s، وهنا كلمة جمع منتهية بالاس. الإجابة الصحيحة هنا leur. les enfants rendent visite à leurs grands-parents، جديهم. ne lève le matin à 6 heures. عندنا verb ذو ضميرين، se lever، يستيقظ، وهو مصرف مع الضمير je. je me lève، أنا أستيقظ، le matin à 6 heures. en me هتتحول إلى se، و nous me هتتحول إلى nous. j'aime mon école et j'ai apostrophe vais tous les jours، أذهب كل الأيام. مطلوب مني أختار ضمير شخصي. الضمير الشخصي بيعتمد على الشيء اللي أنا بتكلم عنه، هنا هو مونيكول، مدرستي. وفيرب ألي من الأفعال اللي بتاخد حرف جر، يبقى الجملة هتبقى برافو جي في، أنا أذهب إليها، أي إلى المدرسة، تولي جور، كل الأيام. إذن الإجابة الصحيحة هنا هي إجغك. أعزائي، سعدت بكم في هذه المراجعة، وأرجو أن نكون قد استفدنا منها وحققنا الهدف المرجو منها. نلقاكم على خير في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.